طيب بنرحب فيكم تاني بالفورمز اوف ستورج. ولما نتكلم بالفورم اوف ستورج هاد بنتكلم على يعني باور ستورج ابلكيشن. في الباور ستورج ابلكيشن بدنا نبدا في الانرجي مانجمنت لللونج تايم. انرجي مانجمنت also known as load leveling allows energy generated at the time of the day when demand is low to be released hour later at times of peak demand. يعني ايش اللي بسوي؟ انا الطاقة الزايدة عندي اللي بقدر انتجها في خلال اليوم او اي وقت في اليوم بقدر انا اعملها releasing، يعني اطلقها وقت الحاجة او وقت البيك ديماند في اوقات يعني غير اوقات الانتاج. هذا بنسميها الانرجي مانجمنت، وهذا علم كبير في الباور سيستم. سبلاينج بريدج باور، هذا بنتكلم على الشورت تايمز. مينتينينج كونتينيوتي اوف سيرفيس از اسينشال وين سويتشينج انرجي سورسز، يعني لما انا اغير من نظام للتاني بديش الكهرباء تقطع عندي، بدي حاجة تضلها شغالة هاي. One example would be bridging the gap during the transition from power from the grid to the local diesel generation during a blackout so as to cover the time delay before the generator reach full power. يعني هذا عند مثلا لما احنا هذا بنلاحظها، لو انا شبكة الكهرباء عندي اجى فصل وبدي وعندي انا local generation generator او جنريتر للديزل، هذا بيشتغل اوتوماتيك. هذه الفترة بديش اياها تقطع، ولو انا عندي اجهزة اسينشال الاجهزة هذه ايش بتصير؟ هي بتطفي، فانا بديش هذه الطافية تحصل، فايش بعمل؟ بدي حاجة تخليها. احنا يمكن شفناه هذا في اجهزة الكمبيوتر، كل اجهزة البي سيز او الديسكتوب بنوصلها معيش عشان ما تحصلش هذا المشكلة مع يو بي اس الموجود عندي. وهذا الفكرة الموجودة هان، وهذا عادة بتبقى short term، يعني بتبقاش لهاي. Maintaining power quality very short time, monitoring and correcting the quality of power produced at the power plant is important for many end users. This process of sensing and correcting needs to take place on time scale much less than 1/60 of a second. بنعرف احنا الكهرباء التردد تبعها 60 ايش سايكل بير سكند. فاللي عندي هان الفريكوانسي تبعت الشبكة تبعتنا 60، شبكة في امريكا 50، فانا بدي انه هذه منتين خلال الوقت الصغير هذا اللي هي 1/60 سكند، انه يضل الكواليتي زي ما هي بالنسبة للماجنتيود والفيز، which is the time each cycle lasts based on US standard of 60 cycles per second. في امريكا، في بلادنا احنا 50 second، فانا بداخد واحد على 50 في هذا المجال. طيب classification according to storage. The classification of energy storage، في عندي electrical energy storage specification تبعته directly electricity storage capacitor or superconducting magnetic devices، هذا اللي بنتكلم عنه. ومن ضمنها برضو ايش اللي بتكلم عليه؟ بتكلم على الباتريز في هذا المجال عندي. ففي الالكتريكال اللي هي الكاباسيتورز والسوبر كوندكتور كوندكتنج ماجنتيك ديفايسز والباتري بشكل اساسي في هذا المجال. بس للشورت تايم بيصير الباتري بوديها تحت الكيميكال، والباتري بتيجي تحت الكيميكال وبتيجي تحت الالكتريكال. الالكتريكال لانها بتعطيني الكتريسيتي الافشنسي تبعتها عالية جدا، بينما الكيميكال لانه انا بخزن الطاقة فيها as a chemical bound. الميكانيكال انرجي ستورج، ستورج in the form of kinetic energy زي الفلاي ويل or potential energy pumped hydroelectric storage or compressed air energy storage. يعني هدول الثلاثة المشهورات. الكيميكال زي الباتري زي ما حكيت في جهاز، بس بشكل أساسي الفيول سيلز and flow battery، ومن ضمن الشغلات اللي هي الهيدروجين بيجي تحتها. كيميكال energy storage usually has small losses during storage. طيب لما اجي اطلع عليهم ك
يعني بشكل عام ايش هي؟ احنا بنعرف 5% of all generated electrical power worldwide بصير لها ايش؟ storage. الثيرمال عندي زي ايش؟ المولتن سالت، هذا بدي storage tank. الكمبرست اير انرجي ستورج برضو هذا بتيجي تحت الثيرمال، وبرضو من ضمنها الووتر والايش؟ والهيتد ووتر والهيتد اويل. الميكانيكال البامبت هايدرو والفلاي ويل اللي حكينا عنهم. الان الكتريكال زي ما هذه 5 انواع اللي عندي، هما في الاساس بيقسموا تحت 3 مظلات. الالكتريك هان زي الالترا كاباسيتورز والباتري، هان هاي الباتري جبناها صح تحت الخانة الالكتريسي. الكيميكال فيول سيل والهيدروجين ستورج والماجنتيك بتيجي تحت الاس ام ايز اللي عندي اللي اسمه الماجنتيك انرجي ستورج والفلاي ويل انرجي ستورج. الماجنتيك هاي جزء منها بنقدر نوديه تحت الالكتريكال اللي هي الاس ام ايز، الاس ام اس ايز هذه بتروح تحت الالكتريكال، والفلاي ويل بتروح تحت الميكانيكال. الكيميكال بتضل زي ما هي. من الثيرمال عند المالتن سيل سالت والكمبرس اير، هذه برضو بقدر اجيبها تحت الايش؟ الميكانيكال. فالخانات الرئيسيه بدل ما هن 5 ممكن يكون 3، بس هنا الاكسباندد فيرجن بتعطينا ايش؟ 5. في حاجه جديده هاي شغاله بس ما وصلتش للماتشوريتي، وهي المفروض استنى هاي يعني يبدا الانتاج فيها، وهذه من الشغلات اللي حتعمل نقله نوعيه في تخزين الطاقه اللي بنتكلم عن ليكويد ميتال باتري اند نيوكليير باتري. النيوكليير باتري اذا بنطلع عليها بنلاحظ قديش هان الحجم تبعها، تقريبا اكبر من هاي يمكن قد 10 شيكل تبعتنا الموجوده هاي. والليكويد ميتال باتري هذه فيها 3 انواع من الالكترولايت اللي عندي. الالكترولايت 3 انواع، وهنا بيبقى عنده مولتن سالت اللي بيجي بيجمعهم. فهذا المولتن سالت في بين ذا 3 بليدز، فهذا بيعملنا الحركه الموجوده. ف الميزة تبعتها هذه بتعمل لي كويك ديسشارج في الموجود في العلم الموجود هنا، يعني بتعطيني كمية التخزين فيها أعلى بكثير. الألترا كاباستور لما بتكلم عليها اللي عندي one cell of ultra capacitor the electrode where the charge is stored include both plate and the porous conducting material between them. The gray separator is a dielectric material. وهذه عادة التكنولوجيا بنستخدمها في الـ UBS الحديث أو اللي بدي إياه لفترة وجيزة، مش الـ UBS اللي بنستخدمه مع الكمبيوترات. الفيول سيل هذا من هيدروجين فيول سيل connected to a load، وهذه من الشغلات اللي علم له يمكن 20 سنة أو حوالي من 20 ل 30 سنة، بس لحتى الآن الانتشار تبعه مش واسع بالدرجة اللي بدنا إياها. بتستخدم الهيدروجين فيول بشكل أساسي. تيجي تطلع الانرجي دينسيتي versus الباور دينسيتي، بنلاحظ الباور دينسيتي للكونفنشنال كاباستور عالية، بتعطيني very high power بس مش لفترة طويلة، لفترة محدودة. الآن الألترا كاباستور بتعطيني هاي باور لفترة أطول، الباتري بتعطيني باور أقل بس بتعطيني فترات أطول، والفيول سيل نفس الشغلة الموجودة عندي هاي. الآن لما بداجع عليها بولك انرجي ستورج has discharge power range from 10 to 1000 ميجا وات، بنتكلم has discharge time are from 1 to 8 hour. Stored energy range from 10 to 8000 megawatt hour. Application load leveling and spinning reserve. هذه من ال bulk energy storage. Distributed generation لما نيجي نتكلم عنها has a discharge power range from 100 to 2000 kilowatt. Discharge range from 0.5
to 4 hours, يعني من نص ساعة لأربع ساعات. Storage energy rate from 50 to 8000 kilowatt hour. Application peak shaving and transmission. The power quality has this charge range from 0.12 megawatt. Discharge time 1 to 30 seconds. Stored energy range from 0.028 to 16.67 kilowatt hour. Application induced power quality and reliability بشكل عام. الفورم اوف ستورج زي ما حكينا هنا هي خففنا لانه جبنا الماجنتيك الجزء منها تحت الالكتريكال وجزء تحت الميكانيكال، والثيرمال هذه ممكن زي ما حكينا تيجي جزء منها تحت الميكانيكال بشكل اساسي وجزء تحت الكيميكال. ها لو جينا للميكانيكال انرجي ستورج، الميكانيكال انرجي ستورج بنتكلم على البامبد هيدرو الكتريكال ستورج. هاز ذا لارجست ستورج كاباسيتي، هذا من اكبر الشغلات لانه احنا بنتكلم على ريزيرف وبنتكلم على كميات كبيره من الميه اللي بنقدر نخزنها على ارتفاع معين، فاحنا بنستخدم يعني بنستغل البوتنشال انرجي الموجوده في هذه. Use the excess electrical energy generation at off-peak hour to pump water from a lower reservoir to a higher reservoir. Flywheel energy storage system store energy in the form of angular momentum during peak time. Energy is used to spin a mass via a motor. At discharge, the motor becomes a generator that produces electricity. Compressed air energy storage uses the off-peak excess electricity to compress air. At later time, the compressed air can be used along with a gas turbine to generate the electricity. الآن الإلكتريكال إنرجي ستورج بنتكلم على الباتري، ممكن هنا الفيول سيل أر إلكتروكيميكال سيلز convert stored chemical energy to electrical energy. نتكلم على السوبر كوندكتنج ماجنتيك إنرجي ستورج اللي بنسميها SMEs. Stores electrical energy in a magnetic field that is generated by direct current. Capacitor store energy. لما نتكلم على الكاباستور store energy in the form of electrical potential created by the two sides of the capacitor. The two plates are charged during the off-peak hours to create potential and discharge during the peak hours. هذه السمري للميكانيكال، وهنا تكلمنا على الهيدرو. في حاجة بنسميها الانفيرتد ليك وهذا تكلمنا عليها ايرلي. ايش الانفيرتد ليك؟ انا باجي في منطقة معينة في البحر بعمل سد وبعزل المنطقة الاخرى. في الوقت العادي ايش بعمل؟ بضخ المية للمنطقة المعزولة فبصير عندي ارتفاع، وبحط ايش جنريتر اندرنيت في تحت، وبناء على الحجم هذا الجنريتر اللي في الاسفل الليك بصير له ايش بلف، ومنه بستخدم نفس فكرة الهيدرو بامبينج، بس هذه بتبقى جوا البحر او المحيط او الليك. هاي الهيدرو بامبينج انا باجي بعمل ايش بامب لفوق، ولما بدي اياه بدخله على التوربين، والتوربين هذا ايش بيعمل ديسشارج وبتحرك الموجود عندي. هذه فكرة الانفيرتد ليك زي ما حكينا. انفيرتد ليك where there is a lower reservoir of water enclosed by the sea. In the case of excess energy the water is pumped out of the lake and the water level decreases down to for the instance اللي عندي minus 40 meter الموجود عندي زي ما انا شفت هان برفعها، فبصير ايش عندي لما بدي يعني بفضي الهاي، ولما في الاوف بيك بفضي الليك هاي، والديورنج دي بيك بسمح بالمية تيجي من السي، فبستعمل لي تيار بتشغل التوربين الموجود هنا في الأسفل. طبعا هذا الانفيرتد ليك لساتها موضوع بحث، وهذا بنتكلم على الليفينز في فرنسا، هذه ليك تحت التصميم في هذا المجال. طيب الكومبريست اير ايش انا باجي سواء هذا في الاندر جراوند او في
في الـ underwater أو في الـ off the ground، هذه on the ground بيبقى عندي فصل، أو فأنا في الـ underground تبقى عندي salt domes are planned to be used. فإيش بيصير؟ بضخ الـ air في هذه المنطقة المغارة الموجودة تحت، فبخزن الهواء مضغوط هان، ولما بدي اياه بعمل له ريليس هان عبر باستخدام الناتشورال غاز عبر جنريتر. فهذا ايش بيعطيني؟ هاي بريشر توربين، وبيشتغل عندي كوحده بتعطيني كهرباء وقت الحاجه عندي during the peak hours. فالميكانيكال ستورج يعني الووتر باستخدام، بروح عندنا الهيدرو بامبنج والانفرتر ليك والكمبرست اير، بروح عندي في خلينا نقول في الكافرنز اللي هي المغاور تحت الارض. في عندي الثيرمال ستورج اللي عندي حاجتين منهم، واحد منهم اللي هو بتكلم عنه في الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية بدل ما انا استخدم الواح شمسية ايش بعمل؟ في عندي مرايا، المرايا هاي بتعكس الحرارة اللي عندي للريسيفر. هذا الريسيفر عندي هنا سالت، السالت هذا بيصير له بنصهر وبتخزن، باجي بخزنه في ستورج، والستورج تانك، والستورج تانك الموجود هنا لما اخزنه فيه الفرق بين المولتن سالت والووتر انه هذا بيحتفظ في الحراره لفتره اطول، فبخزنه وقت ما بدي احتاجه. بشغل ستيم انجن، والستيم انجن بحوله لطاقه او لكهرباء في هذا المجال. الهيت ستورج فور ريزيدنشال كلايمت كنترول، انا ايش بسوي؟ وقت اللي عندي بسخن المية اللي عندي، والمية هذه بنزلها في جنب البيت زي ريزرفار أو تأسفل البيت، ببقى عندي في زي بير، والبير هذا معزول، فبخزن المية السخنة فيه. في هذا المية السخنة لما بدي إياها بقدر استخدمه لتدفئة البيت بشكل أساسي. وهذا الفكرة موجودة ومطبقة بس على نظام ضيق، لأنه المية والتكلفة تبعتها المرهونة فيها لساتها عالية في هذا المجال. بناخذ بريك وبعدها حنتكلم على الالكتريكال ستورج. وهذا زي ما بقول الواحد يفكر كيف هاي، بده اياكم تبحثوا في خلال الخمس دقائق او العشر دقائق القادمة على الانفرتد ليك في العالم، وتبعثوا لي مقترحات وين هذه موجودة وين مطبقة. ويعطيكم العافية.